بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، وله طرق متعددة عن غيرهما، أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه سد وسيلة من وسائل الشرك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من السفر لزيارة الأمكنة بقصد العبادة فيها إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام وهو أفضل المساجد على وجه الأرض، ثم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. هذه مساجد الأنبياء، بناها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالصلاة فيها مضاعفة على الصلاة في غيرها. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، وما عداها من المساجد فهي سواء، لا ميزة لبعضها على بعض، وكل المساجد في الأرض على سواء، لا ميزة لبعضها على بعض ما عدا هذه الثلاثة. فلا يسافر من أجل العبادة في مسجد معين أو في بقعة معينة من صلاة واعتكاف وغير ذلك إلا إلى هذه الثلاثة فقط. وأما السفر لغير العبادة، السفر للتجارة، السفر لزيارة الأقارب، السفر للسياحة المباحة، لا بأس بذلك. أما الذين يغالطون ويقولون إن هذا معناه أنه لا يسافر أحد إلا إلى المساجد الثلاثة، فهذه مغالطة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما منع من السفر للمصالح الدنيوية، وإنما منع السفر من أجل العبادة في مكان معين ما عدا هذه الثلاثة، وما عداها فإن المساجد سواء، لا ميزة لبعضها على بعض. وهذا فيه سد الوسائل المفضية إلى الشرك، لأن تعظيم البقاع التبرك بها هذا وسيلة إلى الشرك. السفر لزيارة القبور وسيلة إلى الشرك، لأن هذا سفر عبادة، فلا يجوز تخصيص مكان بها السفر إليه إلا هذه المساجد الثلاثة، لأن الصلاة تضاعف فيها فيسافر إليها للعبادة.
لأجل الصلاة فيها والاعتكاف فيها، لأن لها ميزة على غيرها. الطواف بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، فتحرم يحرم السفر لزيارة القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك وداخل في النهي في هذا الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. والسفر لهذه المساجد 3 لأجل الصلاة فيها. السفر إلى المسجد النبوي ليس من أجل القبر كما يتوهم الجهال أو الخرافيون، ليس لأجل القبر، وإنما هو لأجل المسجد الذي الصلاة فيه عن 1000 صلاة. ولكن إذا وصل المدينة لقصد المسجد والصلاة فيه يستحب أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لا قصدا، وإلا فلا يجوز السفر لزيارة القبور، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، لأن هذا وسيلة إلى الشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة يغالط فيها من يغالط. وقد جمعوا أحاديث موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بها في مشروعية السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، جمعوا أحاديث مثل السبكي، جمع أحاديث منها ما هو موضوع ومنها ما هو ضعيف شديد الضعف لا يحتج به، وقد فندها الإمام ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهو كتاب مطبوع ولله الحمد ومتداول. قد ذكر العلماء أن كل الأحاديث الواردة في السفر لقبره صلى الله عليه وسلم كلها لا يحتج بها، لأنها إما موضوعة وكذب وإما ضعيفة شديدة الضعف فلا يحتج بها، ولا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. هذا حديث صحيح، فلا تعارضه تلك الأحاديث التي لا يحتج بها. نعم. وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. وسئل مالك رحمه الله عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه. نعم. وهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة وأحد الأئمة 4 رحمهم الله، سئل عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نذر مبتدع، فقال: إن كان قصده القبر فلا يأتيه، لأن هذا لا دليل عليه، وإن كان قصده الصلاة في المسجد فليأته، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وبين الحديث الآخر القصد منه
وذلك أن الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى مضاعفة على غيرها، فتقصد هذه المساجد لأجل الصلاة فيها وطلب المضاعفة. أما القبر لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فلا يقصد ويسافر إليه، لأن هذا من الغلو ومن وسائل الشرك، ولا حاجة إلى أنك تسافر إلى قبر الرسول إذا كان قصدك الصلاة على الرسول، فصل عليه في أي مكان وتبلغه صلاتك. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولما رأى أحد أئمة أهل البيت، لما رأى رجلا يتردد من ذرية الحسن بن علي، لما رأى رجلا يتردد على القبر سأله، قال: أصلي عليه. قال رضي الله عنه: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. ثم روى له الحديث: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. لا حاجة أنه يسافر لأجل الصلاة والسلام على الرسول، بل يصلي عليه في أي مكان. أما إن كان يسافر من أجل يدعو الرسول أو يستغيث به أو يسأله الحوائج فهذا شرك أكبر. نعم. ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد يمينه، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم. نعم، هذا كما سبق أن السؤال بالمخلوق، سؤال الله بالمخلوق لا يجوز. فلا تقول: أسألك بنبيك أو بفلان، لأن هذا من التوسل الممنوع، لأن الباء باء القسم. أسألك بنبيك، أي أقسم عليك بنبيك، فالباء باء القسم، وهذا حلف، حلف بمخلوق، حلف على الله بمخلوق. ولو أن مخلوقا حلف على مخلوق بغير الله كان ذلك شركا ومنهيا عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. فكيف إذا حلف على الخالق بالمخلوق؟ هذا أشد. نعم. ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد يمينه، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم، ولله تبارك وتعالى لا فرق بين الإقسام بمحمد أو بجبريل أو بغيرهما من الملائكة والرسل، لا فرق في ذلك. لا يقسم بالمخلوق ولا يحلف بالمخلوق، لا على الله ولا على المخلوقين، لأن هذا شرك كما في الحديث. نعم. ولله تبارك وتعالى حق لا يشككه فيه أحد، لا الأنبياء ولا غيرهم، ولا وللأنبياء حق، وللمؤمنين حق، ولبعضهم على بعض حق. نعم، لله جل وعلا حق لا يشاركه فيه غيره، كما في حديث معاذ السابق قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فلا يشرك مع الله في حقه أحد. وللرسول صلى الله عليه وسلم حق بعد حق الله، وذلك بالإقرار برسالته واتباعه ومحبته وطاعته، تصديقه عليه الصلاة والسلام، هذا حقه علينا.
الصلاة والسلام عليه هذا من حقه علينا، ولا ليس له حق مع الله في العبادة، أن يشرك مع الله في العبادة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لله حق ليس لخلقه، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالله له حق والرسول له حق، ولا يجوز أن يخلط حق الرسول مع حق الله سبحانه وتعالى. وكذلك للمخلوقين حق، المخلوقين حق عليك بأن تحسن إليهم وأن تناصحهم وأن تعينهم إذا احتاجوا وأن تصلح بينهم، هذا من حقهم عليك، أن تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر، أن تعلمهم العلم النافع، هذا من حق المخلوقين عليك، فلهم حق أيضا. فالله له حق، الرسول له حق، المؤمنون لهم حق بعضهم على بعض، فلا يجوز خلط هذه الحقوق. نعم. فحقه تبارك وتعالى أن يعبد ولا يشرك به كما تقدم في حديث معاذ. ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد. نعم. ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه ولا نعم. ومن العبادة التي هي حق لله من أنواعها التوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وجميع أنواع العبادة، الدعاء، العبادة أنواع كثيرة كلها لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى. العبادة التي في القلوب كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة توكل، والعبادة التي على الجوارح كالصلاة والصيام والحج والجهاد، والعبادة التي على اللسان كالذكر، ذكر الله، التسبيح والتهليل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجميع أنواع العبادة. وكذلك العبادة المالية كالزكاة وسائر الصدقات والإنفاق في سبيل الله، فالعبادات كثيرة وكلها لله عز وجل، لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله، فمن صرف منها شيئا لغير الله كان مشركا الشرك الأكبر. نعم. ومن أعظم أنواع العبادة أو أعظمها الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يعني أعظم أنواع العبادة. فلا يدعى غير الله، لا يدعى غير الله من الأموات والغائبين ويستغاث بهم، وإنما هذا يوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه. نعم. ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه ولا يجعلوا لله نداً، لا في محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستعانة به. نعم. كما في الصحيحين: من عبادته ولا يجعلون لله نداً لا في محبته، لا في محبته من أنواع، بل من أعظم أنواع العبادة القلبية المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، فلا تحب معه غيره، محبة عبادة وذل وخضوع، هذا خاص لله سبحانه وتعالى.
قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون الأصنام كما يحبون الله. وهذا من أعظم، وهذا أعظم أنواع الكفر والعياذ بالله، محبة العبادة التي معها ذل وخضوع وانقياد لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، هذه المحبة. نعم. ولا خشيته، والخشية وخشية من أعمال القلوب. نعم. ولا دعائه، ولا دعاءه، هذه الدعاء من أعمال اللسان. نعم. ولا الاستعانة به، الاستعانة به، الاستعانة طلب العون، فإن كانت الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يجوز أن يستعان بغيره سبحانه فيما لا يقدر عليه إلا الله، كإنزال المطر وجلب الأرزاق وشفاء المرضى وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، وهبة الأولاد والذرية، هذا لا يطلب إلا من الله لأنه لا يقدر عليه إلا الله. وأما الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق كأن تستعين بأحد أن يعينك في سداد ديونك أو قضاء حوائجك أو أن يرفع لك حاجة يناولك إياها أو يساعدك على حمل شيء أو على بناء أو على، هذا لا بأس به. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. ولا يجعلون لله ندا لا في محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستعانة به، كما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار. من مات يدعو ندا أي شريكا، والند هو الشبيه والمثيل، فمن مات يشرك بالله دخل النار ولا يدخل الجنة، قوله تعالى: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار. فمن مات على الشرك الأكبر إنه لا يدخل الجنة ولا تناله مغفرة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والند هو الشبيه والنظير والمثيل، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له سبحانه ولا شريك له. نعم. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فدل على أن أعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل، هو أعظم الذنوب لأنه لا يغفره الله إلا لمن تاب منه. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كيف تشرك مع الله من لا يخلق؟ الذي خلقك من هو؟ هل هو الند؟ هل هو غير الله؟ هذا الذي تدعو مع الله هل هو خلقك؟ فلا يجوز أن تعبد هذا الند الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت، ليس له من الأمر شيء. نعم. وقيل له: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. اتخاذ الند قد يكون من الشرك الأكبر، كالذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله، قد يكون من الشرك الأصغر كالشرك في الألفاظ
الشرك في الألفاظ دون القصد دون النية، وذلك بأن يقول ما شاء الله وشئت، فتجمع بين الله وبين المخلوق بالواو العاطفة، لأن الواو لمقتضى الجمع والتسوية، فلا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت لولا الله وأنت، لا تجمع بين المخلوق والخالق بالواو، بل تأتي بثم، تقول لولا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شئت، أو تقول ما شاء الله وحده، هذا هو التوحيد. أما إذا جئت بالواو هذه للتشريك، وإذا جئت بثم فهي للترتيب ولا محذور فيها، تكون مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فليس للمخلوق مشيئة مستقلة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عظم الله من شأن الشرك وحذر في آيات كثيرة، منها هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كرر هذه الآية في سورة النساء مرتين، في أولها أو في أثنائها وفي آخرها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك إذا مات على الشرك لا تناله المغفرة، فهذا يدل على أن الشرك خطره عظيم، حيث لا تسعه رحمة الله، حيث إن المشرك لا تسعه رحمة الله ولا مغفرته والعياذ بالله. ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الذنوب، ولو كانت كبائر، ولو كانت زنا أو سرقة أو شرب خمر أو أكل ربا أو غير ذلك، هذه كبائر لكنها ليست شركا، فهي تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب بها، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة بعد ذلك. فالكبائر التي دون الشرك يرجى لها مغفرة الله سبحانه وتعالى، وإن عذب بها فصاحبها لا يخلد في النار كما يخلد المشرك، بل يعذب بها ما شاء الله ثم يخرج منه. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في هذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويخرجون صاحبها من الملة. نعم. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فلا يجعل معه ند وشريك، لا يخلق شيئا من هذه الأمور، وأنتم تعلمون أنه لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له. نعم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، سورة النحل، أي لا تشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره كائنا من كان، لا ملكا من الملائكة ولا رسولا من الرسل ولا وليا ولا غير ذلك، لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، هذا حصر، إنما هو سبحانه إله واحد،
لا شريك له. فإياي فارهبون، هذا حصر الرهبة فيه سبحانه وتعالى، فهو الذي يرهب ويخاف ويخشى سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى فإياي فاعبدون. فإياي فاعبدون أيضا هذا حصر العبادة فيه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يستحقها وهي حق له على خلقه، فلا يصرف منها شيء لغيره. نعم. وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت من أعمالك فانصب في عبادة الله سبحانه وتعالى، فتقضي فراغك في عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا فرغت من أعمالك، من راحتك، من نومك، من أكلك، من شربك، كان عندك فراغ اشغله في عبادة الله. فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هذا محل الشاهد، وإلى ربك فارغب أي لا ترغب إلى غيره، هذا في حصر الرغبة في الله سبحانه، والرغبة من أنواع العبادة. نعم. وقال الله إنا إلى الله راغبون. إنا إلى الله راغبون أي لا إلى غيره، وإلى ربك فارغب. نعم. وقال الله تعالى في فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. فاتحة الكتاب هي أعظم سورة، أعظم سورة في كتاب الله هي الفاتحة، وهي أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الكافية والشافية والرقية، ولها أسماء كثيرة تدل على عظمتها لما تتضمنه من المعاني العظيمة الجليلة. سميت أم القرآن، أم الشيء هو الذي يرجع إليه الشيء، فكل القرآن تفصيل لما في الفاتحة من الأسرار العظيمة، تفصيل لما في الفاتحة من الأسرار العظيمة والمعاني الجليلة، فهي أم القرآن. قال فيها سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، خص العبادة والاستعانة به سبحانه وتعالى، لأن هذا حصر، تقديم المعمول والمفعول يفيد الحصر. إياك هذا معمول نعبد، معمول نستعين، فتقديم المعمول يدل على الحصر، فحصر العبادة له سبحانه وتعالى. نعم. وقال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. محبة الله جل وعلا هي أعظم أنواع العبادة، فالذين آمنوا أخلصوا محبتهم لله ولم يشركوا معه فيها غيره، محبة العبادة. أما المحبة الطبيعية محبة الولد والزوجة والوالدين ومحبة الطعام والشراب، هذه محبة طبيعية ما هي بعبادة، ليس معها ذل ولا خضوع ولا انقياد، هذه محبة طبيعية. إنما الكلام على محبة العبادة التي معها خضوع وذل للمحبوب وانقياد له، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون أخلصوا محبتهم لله، لا يحبون معه غيره. أما المشركون فإنهم أشركوا مع الله في محبة، فهم يحبون الله، مشركون يحبون الله، لكن يحبون معه الأصنام والأوثان، ويزعمون أنها تقربهم
إلى الله وأنها تشفع لهم عند الله. فمحبة المؤمنين لله خالصة ومحبة المشركين لله مشتركة وهي باطلة، لأن الشرك إذا خالط العبادة أبطلها وأفسدها. ولهذا قال: والذين آمنوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني يصنع أوثانا، يحبونهم يحبون الأنداد كحب الله، هذا هو الشرك والعياذ بالله. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أخلصوا محبتهم لله. نعم. وقال الله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. فلا تخشوا الناس واخشون، الخشية من أنواع العبادة كما سبق، عبادة قلبية. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فالخشية نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. ولا تخشى في الله لومة لائم أبدا. نعم. وقال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله، ما أنزل الله سبحانه وتعالى يبينونه للناس ولا يكتمونه، بل يبلغونه للناس ويخشونه سبحانه ولا يخشون أحدا إلا الله. لا تأخذهم في الله لومة لائم، فيبلغون ما أنزل الله إلى الخلق ولا يكتمون منه شيئا خشية الناس، بل يبلغونه بالأمانة والتمام، بخلاف الذين يكتمون ما أنزل الله خشية الناس أو خشية فوات المطامع والمقاصد. نعم. ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، قال الله تعالى: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما ناظر قومه في عبادتهم للكواكب، لما ناظرهم وأبطل حجتهم ولم يبق لهم حجة، هددوه وخوفوه بأن آلهتهم ستضره وستنتقم منه فليتركها. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. أنا لا أخاف من الأصنام والأحجار والأشجار، لأنها ضعيفة لا تملك شيئا، ولا أخاف ما تشركون به شيئا إلا أن يشاء الله، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله. فهذا رد عليهم لما هددوه بأن آلهتهم ستنتقم منه فليخشها وليخف منها. إلا أن يشاء الله، وسع ربي كل شيء علما. ثم بيّن أنه متوكل على الله، أنه عليه الصلاة والسلام متوكل على الله لا يضرونه. وسع ربي كل شيء علما،
أفلا تتذكرون، أفلا تتذكرون أنكم على الباطل وأنني على الحق، ألا تذكرون هذا؟ ثم قال متعجبا ورادا عليهم: وكيف أخاف ما تشركون به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله؟ أنتم تخوفونني بالأصنام وأنا أخوفكم بالله، أنا أخوفكم بالله الذي إذا أراد شيئا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. أما هذه الأصنام فهي عاجزة وهي أقل منكم، هي جماد، أنتم الذين تصنعونها وتنحتونها من صنع أيديكم، أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله؟ هذا من العجب، مع أن أصنامكم لا تقدر على شيء، والله جل وعلا قادر على كل شيء، فهو الذي يخاف سبحانه وتعالى. ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني حجة. المشركون من قديم الزمان إلى آخر الزمان ليس لهم حجة ولله الحمد، إلا شبهات وترهات وحكايات ومنامات وقصص وأحاديث مكذوبة، هذه حججهم من أولهم إلى آخرهم، ليس لهم سلطان. السلطان مع الموحدين، السلطان والبران مع الموحدين، والحمد لله. ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ثم قال: فأي الفريقين أحق بالآمن؟ أنا وأنتم، أنا الذي أعبد الله وأعتمد عليه وهو القادر على كل شيء وهو ربي وربكم، أي الفريقين أحق بالأمن، أنا أو أنتم وأنتم تشركون بالله تعبدون غيره إن كنتم تعلمون؟ إن كنتم تعلمون، هذه المسألة مغالطة ومغالبة، مسألة على علم، تبنى على علم وعلى برهان. ثم إن الله جل وعلا حكم بينهم فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما المشرك فلا أمن له والعياذ بالله، المشرك لا أمن له لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذاك الشرك، كما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، وقد يطلق الظلم على النقص، كما قال تعالى: آتت كلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا، لكن الأصل أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو ثلاثة أنواع: ظلم الشرك لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، وهذا أعظم أنواع الظلم، وهذا لا يغفره الله. النوع الثاني ظلم النفس، أن يظلم الإنسان نفسه بما دون الشرك من المعاصي، فهو ظلم نفسه، يعني وضعها في غير موضعها وعرضها لغضب الله سبحانه وتعالى، فهو ظلم نفسه، وهذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب به. النوع الثالث ظلم العباد، التعدي عليهم بأموالهم ودمائهم، بدمائهم وأموالهم وأعراضهم، ظلم العباد، وهذا لا يترك الله منه شيئا حتى يسمح أصحابه، لا بد من
إعطاء المظلومين حقوقهم يوم القيامة. لا يترك الله من هذا الظلم شيئا إلا إذا تركه أصحابه المظلومون. هذه أنواع الظلم. الصحابة لما نزلت هذه الآية فهموا منها ظلم النفس، ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، قالوا وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ شقت عليهم الآية، ما أحد يخلو من معصية، من شيء، من مخالفة. والله قال الذين آمنوا ولم يلبسوا شرط ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فمفهوم الآية أن من لبس إيمانه بظلم ليس له أمان، فخافوا عند ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم الآية بأن المراد للآية ظلم الشرك، هو الذي لا يغفر ولا أمان معه. قال إنما ذلكم الشرك وليس بالذي تعنون. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، يعني لقمان، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهو المراد في هذه الآية. عند ذلك المسلمون فرحوا بذلك وخف عنهم ما يجدونه من الخوف. نعم. وقال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذه مرت علينا الآية، من يطع الله ورسوله، الطاعة مشتركة بين الله والرسول، لأن الرسول لا يأمر إلا بأمر الله. نعم. من يطع الله والرسول ويخشى الله، أفرد الله بالخشية ولم يقل ويخشى الله والرسول، ويتقه أفرد الله بالتقوى ولم يقل ويتقه ويتق الرسول. فهناك شيء مشترك وهناك شيء خاص بالله سبحانه وتعالى. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، شوف الإيتاء يكون من الله ومن الرسول، وهو إعطاء المال، يكون من الله رزقه ويكون من الرسول قسمه. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، شوف ما قالوا حسبنا الله والرسول، لأن الحسب والكافي هو الله جل وعلا، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. شوف جمعوا بين الله والرسول في الإيتاء وهو الإعطاء من المال. إنا إلى الله راغبون، ما قالوا إنا إلى الله والرسول راغبون، لأن الرغب نوع من أنواع العبادة ولا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. شوف كيف فرقوا بين الحق الخاص بالله والحق المشترك. نعم. وقال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فجعل الطاعة لله والرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، فلا يخشى إلا الله ولا يتقى إلا الله. نعم. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلا تخشوا الناس واخشون، الخشية من أنواع العبادة ولا يجوز أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تكتموا العلم والذي أنزله الله لهداية الناس، لا تكتموه من أجل طمع أو من أجل خشية أحد، بل بينوا، لأن هذا من الأمانة. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فإذا ترك الإنسان البلاغ من أجل طمع من مطامع الدنيا فقد باع كتاب الله واشترى به ثمنا قليلا والعياذ بالله. أما إذا ترك ذلك لمصلحة راجحة، كما لو خشي على نفسه من القتل أو خشي على نفسه من الضرر البالغ، فهو معذور في هذا، معذور في هذا. من رأى منكم منكرا ليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع
بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان تركه لذلك من أجل دفع ضرر أكثر فهو مرخص له في ذلك، أما إذا كان تركه لذلك من أجل طمع الدنيا ولا ما عليه خوف، لكن يخشى أن وظيفته تروح، رياسته تروح، تنزل درجة عند الناس، فهذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا والعياذ بالله. نعم. وقال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، لما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني، لا تخاف إلا من الله. الخوف العبادة، المراد بالخوف خوف العبادة، أما الخوف الطبيعي تخاف من البرد، تخاف من الأسد، من السبع، تخاف من الشوك، تخاف من العدو، هذا طبيعي ما هو بعبادة، هذا ليس معه ذل وانقياد للمخلوق وخضوع للمخلوق، فهذا خوف عبادة، خوف طبيعي تتوقاه بالأسباب النافعة، وليس هذا عبادة. إنما خوف العبادة هو الذي هو من أنواع العبادة، هذا هو الذي لا يجوز أن يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. لا تخف من الأصنام، لا تخف من الأوثان، لا تخف من القبور، لا تخف إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذا سبق بيان الآية أن فيها ما هو مشترك وفيها ما هو خاص بالله. نعم. فجعل سبحانه وتعالى الإيتاء لله والرسول في أول الكلام وآخره، كقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فدل على أن الرسول يؤتي من المال ويعطي من المال بأمر الله سبحانه، لأنه قاسم عليه الصلاة والسلام، فالرسول قاسم والله هو المعطي سبحانه وتعالى. نعم. مع جعله الفضل لله وحده والرغبة إلى الله وحده. سيؤتينا الله من فضله، ولم يقل من فضله وفضل رسوله. نعم. مع جعله الفضل لله وحده والرغبة إلى الله وحده، وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له في ذلك. نعم. نعم. وروى البخاري عن ابن عباس في قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافينا، فنحن لا نلتفت لتهديدات الناس، بل نعتمد على الله، ويكفينا الله شرهم، يكفينا الله شرهم، ولا نطيعهم في معصية الله أو نتنازل عن شيء من ديننا من أجلهم، بل نتمسك بديننا ونخاف الله عز وجل، ولا نخاف من الله ولا نخاف من الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، لما أتوا به، أوقدوا النار وأتوا به ووضعوه في المنجنيق وأطلقوه، قال وهو في الهواء: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار المحرقة الملتهبة، يقولون إن الطيور في الجو تسقط من حرارتها، ألقوه فيها وهو يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلما أتوا وجدوه في روضة خضراء، وجدوه في روضة خضراء، فسلمه الله من النار وقال لها: كوني بردا وسلاما. يقولون لو قال كوني بردا فقط لمات من شدة البرد، لكنه قال: وسلاما على إبراهيم. نعم.
هذه نتيجة التوكل على الله سبحانه وتعالى. محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا له وهم مقتولون ومجرحون وقالوا نبي نرجع عليكم نكمل باقيكم، ما هز ذلك من يقينهم وإيمانهم بالله، بل قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وخرجوا من المدينة يريدون لقاءهم. فلما علم المشركون بخروجهم أصابهم الخوف، قالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فردهم الله عن المسلمين. فلما لجأ محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هزمهم الله، فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء، اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، اللي قال لكم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم هو الشيطان، فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. نعم. وقال الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من حديث السفر إلى المساجد الثلاث لأنه لا يجوز الاعتكاف إلا في هذه المساجد؟ لا، الله جل وعلا قال ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما قال المساجد الثلاثة، دل على أن الاعتكاف في كل المساجد كما أن الصلاة في كل المساجد، والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد؟ لا، ما أعلم شيء من هذا، يقولون إن في حديث لكن لا أعلم شيء من هذا، وإن صح أو وجد فالمراد لا اعتكاف أكمل وأفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، فيكون من حصر الفضيلة لا من حصر الأصل، يسمونه الحصر الإضافي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة هي خاصة بصلاة الفريضة أم في الفريضة والنافلة؟ عموم، الظاهر عموم الحديث الفريضة والنافلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عزم على شد الرحال إلى جبل الطور فأنكر عليه أبو بصرة الغفاري؟ أبو بصرة الغفاري بحديث لا تشد الرحال، فعدل عن ذلك رضي الله عنه. نعم، هذا ورد أن أبا هريرة نذر أن يسافر إلى جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى، فلما بلغ أبا بصرة الغفاري ذلك قال له لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فترك السفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتج علينا بعض الناس فيقول إن الجمهور ومنهم الحنابلة يرون مشروعية شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ناقشناهم لم يقنعوا بكلامنا في عدم المشروعية، فهل ننكر عليهم أم نقول إن المسألة خلافية ونتركهم؟ نحن قلنا ونقول ونكرر إن الأقوال مهما كثرت لا يحتج بها إلا إذا كان عليها دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأقوال التي بجواز سد السفر لقبر الرسول لا دليل عليها ولا دليل واحد صحيح، فليست حجة ولا يلتفت إليها، وأنتم بينوا للناس، فالذي يقبل الحمد لله والذي لا يقبل أنتم أبرأتم ذمتكم نحوه. نعم. وحسابه على الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في شهر رمضان يشتد الزحام في المسجد الحرام، فأسافر من مدينتي وأنا أنوي العمرة ثم الاعتكاف في مسجد الشيخ ابن باز رحمه الله بمكة لقلة الزحام فيه، فهل يجوز فعلي هذا؟ نعم، على القول الصحيح أن الحرم كله يطلق عليه المسجد الحرام، ويضاعف فيه تضاعف فيه الصلاة،
وهذا هو القول الصحيح. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول بهذا، يقول إن الفضيلة تعم كل ما هو داخل أميال الحرم، كله يسمى بالمسجد الحرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا أجد معينا لي على الاعتكاف. نعم. لا أجد معينا لي على الاعتكاف. هو ما هو بالفضيلة على أنه مسجد ابن باز، الفضيلة على أنه من الحرم، فضيلة على أنه من مساجد الحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا أجد معينا لي على الاعتكاف إلا صاحبا لي يبعد عن الرياض 200 كيلو، فأسافر إلى المسجد الذي عنده ليعتكف أنا وإياه به، فما الحكم في ذلك؟ يا أخي لا تسافر، اعتكف في المسجد القريب منك ويعتكف في المسجد القريب منه والحمد لله. وكونك تعتكف وحدك أحسن، كونك تعتكف وحدك أحسن من أجل تتفرغ لذكر الله والعبادة ولا يشغلك أحد. الخلوة، الخلوة مطلوبة، أي مصاحبة واجتماع اعتكاف جماعي كما يقولون، ما هو باعتكاف، هذه مجالس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح أن يقول قائل أرغب إليكم فعل كذا أو قول كذا وكذا، يقصد أطلب منكم؟ لا بأس، إذا كان مما يقدرون عليه ما يخالف، إذا كان مما يقدرون عليه فلا بأس. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد نص في أن الأنبياء أحياء في قبورهم؟ نص لا، لم يرد فيما أعلم فيما قرأت، لكن بالقياس إذا كان الشهداء بنص القرآن أحياء فإن الأنبياء أولى منهم بذلك، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولى منهم بذلك. قد قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام أو أجساد الأنبياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الكلام صحيح وهو أن المحبة الطبيعية كمحبة الوالدين والخوف الطبيعي والكراهية الطبيعية ككراهة الضرة في الزوجات؟ كراهة الضرة في الزوجات، أي كل هذه طبيعية ما تضر. نعم. وهل يؤاخذ عليها المسلم؟ لا يؤاخذ عليها إلا إذا قدمها على ما يحبه الله ورسوله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، فإذا قدم هذه المحاب الثمان على ما يحبه الله ورسوله فهو عاص لله ولرسوله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أما إذا لم يقدمها على ما يحبه الله ورسوله فلا حرج في ذلك، تحب وطنك، تحب بيتك، تحب المال، تحب أقاربك، نعم، تحب زوجك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. السؤال، هل قولها رضي الله عنها فلعمري هل هو قسم بغير الله أم ماذا حكمه؟ لا، ما قصدت القسم، هذا يجري على الألسنة، بالأول كان قسم لكن صار يستعمل ولا يراد به القسم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل هذا يشمل الشرك الأصغر؟ أن يشرك به يدخل الشرك الأصغر في قوله أن يشرك به، فالصحيح أنه لا بد أن يعذب على الشرك الأصغر لكن لا يخلد في النار مثل الشرك الأكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل امتحن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديث لا تشد الرحال؟ نعم، امتحن وناظروه في مسألة شد الرحال ومسألة الرد على المعطلة وعلى القبورية وعلى الصوفية وحاكموه، ولما عجزوا عنه وخصمهم سجنوه حتى مات في السجن رحمه الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الخطباء في الجمعة الماضية دعا فقال اللهم أسقنا بالضعفاء
وارحمنا بالشيوخ الركع والأطفال الرضع، هل هذه الباء باء القسم وهل هذا الدعاء جائز؟ لا يجوز، هذا من التوسل إلى الله بذواتهم. لو قال ارحم الأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع ارحمهم كن هذا طيب، أما أنه يتوسل بهم ويأتي بالباء هذا لا يخلو إما أن يكون قسما وإما أن يكون سؤالا بهم، وهذا مر عليكم أنه ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم بيان أنواع التوحيد الثلاثة في سورة الفاتحة، وهل هي متوافرة في هذه السورة؟ نعم موجودة، موجودة في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفي آخر سورة، هذه أول سورة من القرآن، وفي آخر سورة سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، رب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشيخ وذكر بعضهم في قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، الشيخ بن سعدي رحمه الله ذكر أن هذه الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، اعبده هذا توحيد العبادة هو توحيد الألوهية، رب السماوات والأرض أول الآية رب السماوات والأرض فاعبده، رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، فاعبده هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. أنواع التوحيد الثلاثة مبثوثة في القرآن، مبثوثة في القرآن بكثرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في كتابه مسائل في العقيدة في تفسير الفاتحة، ذكر الشيخ حماد الأنصاري، ذكر الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في كتابه مسائل في العقيدة في تفسير الفاتحة أن التوحيد أربعة أقسام، وذكر القسم الرابع وهو توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يوجه هذا؟ نعم هذا يذكره بعضهم، يذكر أنه نوع الرابع، ولكن في الحقيقة أنه ليس من التوحيد، وإنما هو من الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال توحيدا، توحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وهل يقال إن الذي يعصي الرسول يكون مشركا؟ الذي يخالف التوحيد يكون مشركا، لكن اللي يخالف الرسول يكون عاصيا ولا مشركا؟ يكون عاصيا. نعم. فالشيخ حماد مشى على ما ذكره بعضهم ولكن فيه نظر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي، حيث ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه التوسل والوسيلة ثلاثة أحكام لهذه المقولة، مرة قال إنها شرك، ومرة قال وسيلة إلى الشرك، وفي آخر الكتاب قال إنه بدعة، فما الصواب في ذلك؟ ودنا تجمع لنا كلام الشيخ في هذا تجيبوه نشوفه، أنت زعمت أن الشيخ ذكره في هذا الكتاب احنا ما انتبهنا له، فأنت تجمعه وتشوف تعرضه ويقرأ في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة، هل ما ورد في هذا الحديث يعتبر شركا أكبر مخرجا من الملة؟ لا، هذا ما هو بشرك أكبر، هذا من الشرك الأصغر، محبة المال والتعلق به وتقديمه على محبة الله من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يفيدون من خارج المملكة أو يفيدوا من خارج المملكة، يقول يفيدوا من خارج المملكة أناس يزورون المدينة، فحينما يصلون هناك يطلبون من أصحاب سيارات الأجرة أن يتجولوا بهم إلى أماكن يعتقدون أنها مكان عبادة،
ليتعبدوا بها. سؤاله: أنني قد تكلمت مع أحد أصحاب الأجرة وبينت له أن أخذهم وتوصيلهم إلى تلك الأماكن غير جائز، فقال: إن رزقنا على هذا الشيء، فما الحكم في ذلك وفقكم الله؟ وهل لهم أن يذهبوا بهم؟ سدنت الأصنام يقولون رزقنا على هذا ولا نقدر نخليه، ما هم بس سيارات الأجرة، هذا لا يجوز كلام هذا، وهذا مكسب خبيث، مكسب حرام، تغرير بالناس، لا يجوز هذا. وقد أصدرت اللجنة الدائمة كتيباً في بيان المساجد التي تزار في المدينة والمساجد التي لا تزار، بيّنت هذا ووضحته. فلو أخذ هذا الكتاب ووزع على القادمين وعلى الحجاج لعل الله ينفع به من يريد هدايته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يقال عن ظلم الشرك؟ نعم. هل يقال عن ظلم الشرك بأنه ظلم العبد ربه؟ لا، الله جل وعلا لا يضره شيء، لا تضره طاعة المطيعين ولا معصية العاصين، وإنما سمي ظلما لأنه وضع العبادة في غير موضعها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم من يذهب لزيارة المسجد النبوي وقد أدرج في نيته السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ينوي ذلك ابتداء، إنما إذا وصل هناك، إذا وصل الآن يخلص النية للصلاة، فإذا وصل هناك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لا قصدا، ما يخلط بينهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الصوفية يستدلون بحديث صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أو ما من عبد يصلي علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه، يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في موالدهم أو حضراتهم. وين الدليل على هذا؟ أنه أولا الموالد، وين الدليل على أنها مشروعة؟ ثانيا لو جاءوا بدليل على أن الموالد مشروعة، وين الدليل على أن الرسول يحضر؟ الأموات لا يحضرون ولا يخرجون إلى الدنيا، لا الأنبياء ولا غيرهم. من مات فإنه قد رحل من الدنيا ولا يمكن أن يعود إليها. لم يرد أنهم يأتون وأنهم يمشون على الأرض، وأنهم ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أيهما أفضل، دعاء العبادة أم دعاء المسألة؟ كلاهما، دعاء العبادة ودعاء المسألة، أنت بحاجة إليهما جميعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هو الراجح في لقمان؟ ودعاء العبادة وسيلة لدعاء المسألة، تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أولا ثم تسأل حاجتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هو الراجح في لقمان، هل هو نبي أم حكيم من الحكماء؟ ما قال أحد لقمان نبي، الرسول قال: ألم تروا إلى قول العبد الصالح، إنما الخلاف في الخضر هل هو نبي ولا رجل صالح، أما لقمان ما أحد قال أنه نبي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف يوجه ما ورد في بعض ألفاظ الحديث قد أفلح وأبيه إن صدق؟ هذا أجبنا عليه فيما سبق، قلنا هذا يحتمل وجهين، الوجه الأول أن هذا كان قبل النسخ، لأنهم كانوا في الأول يحلفون بغير الله ثم نسخ ذلك، يكون هذا مما كان قبل النسخ. والجواب الثاني أن هذا لا يقصد به اليمين، هذا ما يجري على اللسان صورته صورة اليمين وهو لا يقصد. الله جل وعلا قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي نويتم عقده. في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، المدار على النية في هذا. نعم. إن قصد به اليمين صار يمينا، وإن لم يقصد فهو لفظ يجري على اللسان وليس بيمين. نعم. أنسى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.